اللي موجود سنة كبيرة. ايه ده بقى؟ رز بلبن. ده جديد ده. ايوه وايه ده كمان بقى؟ ده شخلع رز بلبن عينه تلا وبني. اسمه شخلع؟ احنا اللي شخلعنا الشخلع. خلينا الدنيا كده مولعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة قررنا ان احنا ناكل عند بلبن. انا هاكل رز بلبن بالمكسرات، ومعايا ايهاب صاحبي هياكل ام علي بالمكسرات. يلا بينا نروح عند بلبن ونشوف هناكل ايه النهاردة. زي ما انتوا شايفين المنيو بتاعهم حلو جدا، وكاتبين عليه من دنيا حلوة. عندهم حاجات كتير، رز بلبن والبليلة وام علي والكسكسي والايس كريم. عندهم اضافات كمان حلوة جدا. شايفين الرز بلبن؟ رز بلبن سادة ب12.5، طبعا الاسعار قدامكم ممكن تراجعوها. ورز بلبن حليب جيلاتي، وام علي بالمكسرات، وام علي بالقشطة، وكسكسي سادة، وكسكسي بلبن، وكسكسي سوبر، حاجات كتير جدا. ايه ده بقى؟ رز بلبن. ده جديد ده. ورين. ايوه وايه ده كمان بقى؟ ده شخلع رز بلبن عينه تلا وبني. اسمه شخلع؟ لا ما قلتليش الكلام ده قبل ما اطلب ليه؟ جامد. ايوه انا متنت من الضرب. امسك دي الاول. ماشي شكرا. جبنا الرز بلبن، جبنا ام علي بالمكسرات، وهنقعد ناكلهم النهارده هيبقى يوم جامد. يا صاحبي اهو هياكل هتاكل ايه؟ ام علي. ام علي بالايه؟ بالقشطه بالمكسرات. المكسرات قشطه. ايه انت نسيت؟ وريني بقى افتح. طبعا يا اب صاحبي انا جايبها له وبازله بيها. والله افتح. افتح فرجنا شكلها. الله. اوبا بقى. نضرب يا معلم. نزل مكسرات. ايوه المنتجن ده بتاعك. اه والله شفت الاوبشن ده؟ In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody. على بقى اشوف احلى مكسرات في العالم. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. بص عامله ازاي. بص
بص بص يلا كل بقى. ايه بقى تحديث للطعم دلوقتي بقى بعد ما خلصته كده؟ ايه الاخبار؟ بجد والله انت اول مره تاكل من عنده صح؟ هتاكل تاني؟ ان شاء الله. ماشي. يعني دعايه ببلاش اللي بلبن اهي. Just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. سلام.